ارقم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة. هو الناس اللي تبعوا زكريا الغفولي قبل دائما كيشتق الاغاني ديالو من الايقاعات المغربيه ولكن متجدده من لواه. لواه كان ايقاع شمالي متجدد. الاغنيه اللي كانت توزعت من طرف المبدع عصام كمال، من بعد درت اغنيه الحب زوين مع الفنان محمد الشرابي ومحمد المغربي، هي كذلك مشتقه من التراث الشعبي ديالنا. من بعد ملي تبريزونطات عليا لا ماكيت من طرف الكاتب والملحن المقدور الموزع نوح العبدي، فيها الايقاع الزيني، درت حب بينو لقات نجاح كبير، درت تتمه حب بينو اللي هي بهره بهره اللي هي كذلك مشتقه على الايقاع الزياني يعني، وتصورات في شلالات أوزود باش نبينوا المناطق الجميله ديالنا. الناس لقاو حبوا هاد لو ستيل، ولكن غادي يكون تنوع لان التراث المغربي ديالنا واسع، كاين الصحراوي، كاين قناوه، كاين احيدوس، كاين بزاف ديال الاهازيج المغربيه اللي تستحق حتى هي تبان. نقدر نقول لك بان غادي يكون اجتهاد في التراث المغربي وتكون كذلك اغاني حديثه بعيده على التراث المغربي ان شاء الله اكيد، ولكن كيبقى الاساس هو التراث المغربي. مي اللي نقدر نقول لك غيكون شويه ديال التغير باش المتلقي ما يملش، لان الا بقيتي عليه بنفس الستيل يقدر يمل. الاغنيه ان شاء الله اللي كنوجدها مباشره من بعد شهر رمضان هي اغنيه بايقاعات شعبيه، مي الموضوع مختلف وجديد 100%، وكذلك اطلالات اعلاميه وتلفزيونيه غادي تكون في شهر رمضان في القناه الاولى والقناه الثانيه. ونتمنى ان شاء الله هذه الاغنيه الجديده تعجبكم لانها من التراث الشعبي المغربي ديالنا وفيها مجهود كبير، وهي من كلمات والحان طارق العيسي وتوزيع المبدع محمد الشرابي، اخراج كليب من طرف المدير الاعمال ديال إدريس سابيل. نتمنى ان شاء الله طرقكم